بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة الشوط الرابع الخاص لسن الفطامين الجعدان، وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة. على بركة الله تعالى المسيرة تسير ونحن نسير لكي نوافيكم بالخمس المراكز الأولى المتقدمة، ولكن أرى هنا التواجد والحضور على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. أحزن يباها الطيب عاني صفصوف على المركز الأول محمد بن سعيد بن حسين الخاطري، من يقدم لنا أيضا على المركز الأول. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني أيها الحبل الكريم، الطليلي سالم بن علي بن بخية المسافري، من يقدم لنا الطليلي على المركز الثاني، أصبح من نصيب المركز الثاني أيها الحبل الكريم. شاهين مع سيف بن خليفة بن محمد الدرعي، من يقدم لنا شاهين على المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث مع الصفصوف محمد بن سعيد بن حسين الخاطري، مقدم لنا الصفصوف على المركز الثالث. ولكن عود والعود أحمد إلى قيادة هذا الشوط مع شاهين، من يسيطر على قيادة هذا الشوط؟ سيف بن خليفة بن محمد الدرعي، من يقدم لنا شاهين على المركز الأول، والسيارة بالانتظار بالانتظار المركز الأول. ولكن أرى هناك من الجنب الثاني، أرى هناك من الجنب الثاني، الله 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 الله، سراب سعيد بن سرور الشهواني الظاهري، من يقدم لنا أيضا سراب، ولكن خلاص قفل الشوط. وأيضا تهانينا تهانينا لسيف بن خليفة بن محمد الدرعي على فوز شاهين في المركز الأول وحصوله على السيارة. المركز الثاني أصبح من نصيب المركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب حملول مع سلطان بن حمد بالأخري الشامسي، والمركز الثالث أصبح من نصيب المركز الثالث أيها الحبل الكريم سراب سعيد بن سرور الشهواني بن شهوان الظاهري، مقدم لنا سراب على ثالث المراكز. هكذا أعزائي المشاهدين، كلمات سالم بن بهيان العامري، ألحان مبارك بالعود، غناء عيض المنهالي. التوقيت الزمني أعزائي المشاهدين لشاهين أيضا كان دقيقتين سبع ثواني واربع اجزاء. تهانينا لسيف بن خليفة بن محمد الدرعي على فوز شاهين وحصوله على السيارة. تهانينا والناموس. لا عدا من افعالك ومن هو يجاري في الحياة افعالك، يا واحد مالك شبيه في وصفة، السيف سيفك والمجد يهنالك.